والله لانا فرحانه بزاف، فرحانه بزاف انها يعني بدات كتحاول معايا حتى دارت داكشي اللي بغات. فالحمد لله رضتني ورضت راسها، رضتني انها جابت الدبلوم ديالها الحمد لله، ومتبعه القرايه ديالها مزيان الحمد لله. وفي نفس الوقت يعني هي دارت العمل ديالها الاول اللي كنتمنى لها فيه التوفيق ان شاء الله. وبالخصوص اننا مطمئنه انها يعني تبارك الله كترد البال الكلمات وكتعرف راسها مع من خصها تتعامل، فهادشي كيفرح، كنتمنى لها التوفيق. واحساس ديالي بطبيعه الحال كأب، انا كنشوف بنتي كبرات ويعني كتبان لي مطربه، فهمتي؟ كأب كتبان لي ان بنتي يعني كبرات وصبحت يعني يمكن 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 من اليوم لغدا تولي نجمه مثلا، فهمتيني؟ بالنسبه لي انا كفنان كنشوف على ان عندها قدرات فنيه، عندها مؤهلات على انها يمكن لها تنجح، يمكن لها تنجح بهذه لا شونسون هذه او بشونسون واحده اخرى، ولكن هذه لا شونسون انا متفائل لها خير ان شاء الله، لان عندها السن ديالها باقي صغير، ثانيا عندها صوت نقي وصافي، والناس اللي اشتغلوا معها سي رشيد محمد علي ورضوان الديرين ملحن زوين، رضوان ورشيد محمد علي موزع كبير في المغرب، ويعني كنتمنى ان شاء الله بان يكون واحد النجاح ان شاء الله. علاش لا؟ فوالا. لا ما كنظنش، لا لان كل واحد تيتحكم على حساب العمل ديالو. شحال من ولد فنان وتيكون مثلا الاب ديالو او الام ديالو ناجحه فنيان والابن ديالو ما تينجحش، فهذا ماشي مقياس، كلها والحظ ديالو كلها وقدراته كلها من طبيعه الحال، خصوصا امها اللي هي عايشه مع الوالده ديالها في فرنسا. ولكن حتى انا عندي دور لان هي كبرت معنا وشافتنا ملي كانت صغيره، شافتنا كنصاوبوا اعمال فنيه، شافت واحد الوسط فني بطبيعه الحال غتاثر بيا، وراه كتعرف هي القيمه الفنيه ديالي بنتي، كتعرفني وكتعرف امها من طبيعه الحال، كتعرف القيمه الفنيه دما. باش هي عرفت لا فالور ديال لي بارون ديالها، لان هي كتبغي الميدان، فهمتي؟ هي كتبغي الميدان وكتبغيه من صغرها، وعندها ميول فني كبير. ماشي والنقاط ديالي كأب مع بنته بيان سور، المجال الفني انا موجود لبنتي في اي وقت، هي اللي دار لها اللحن ديال هاد لا شونسون هذه هو رضوان الديري، ولكن انا كنت فرحان اللي تعاملت مع رضوان. علاش؟ لان رضوان حتى هو صغير في الفلاج وغادي يعطي هذاك الشيء اللي باغاه هي، حتى انا يمكن لي نعطي هذاك الشيء اللي بغات هي، ولكن ربما هي تكون بغات مزيان تخدم مع شي واحد اللي في لا جينيراسيون ديالها، وانا ان شاء الله نقدر نصاوب لها من بعد اون شونسون واحده اخرى ولا هذه، ما كاينش مشكل. كنظن الاحساس هي عندها احساس رهيف، والصوت ديالها يعني عندها واحد الحنيه في الصوت زوينه، ومتمكنه ما شاء الله عليها في المقامات، متمكنه رغم انها ما درساش الموسيقى انما متمكنه، وهذه المساله ماشي سهله. فهذا اللي زاد زعما طمأني انها تبارك الله كتمشي ميزان في كل شيء، وكتأدي جميع الانواع ديال الاغاني، كتغني الشرقي، كتغني خليجي، كتغني شويه تركي فرنسي، يعني عندها واحد الخلط ما بين الناس بزاف ديال الانواع، فهذا مهم زوين. في هذا المجال قولها بنتي حضي راسك وبقي دائما متواضعة، لأن التواضع مهم جدا بالخصوص في الميدان الفني، خص الإنسان يكون متواضع، لأن الفنان الجمهور اللي كيديرو فخصو دائما يبقى قريب للجمهور ديالو. هذه النصيحة الأولى، ما تديهاش في الأقاويل ديال الناس، ما تديهاش في كاينين الأشرار، كاينين موجودين ما تديهاش فيهم، هي تنصب واحد النقطة وتوصل لها وتجتهد أن توصل داكشي اللي بغات، وما تديها حتى في شي حد آخر اللي غادي يعرقل لها المسيرة ديالها.